بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان. الان احنا الى طريقنا الى عقبة كتبة. هذا طريق عقبة كتبة، قد سبق وصورنا عدة فيديوهات في هذا المكان، بس اليوم يوم الجمعة في مدينة تريم يكون هناك زحمة شديدة جدا جدا جدا. سننقل لكم هذه الزحمة وماذا يكون فوق في جولة سريعة. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان. يا مرحبا بكم، يا وسهلا بكم، وجمعه مباركه علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين يا رب. نحن الان في مدينه تريم الغنا، روحانيه المكان وصفاء الزمان. نحن خلفنا الان عقبه كتبه. هذه العقبه تم استفلتها وحطوا الاسفلت تبعها قبل ما يقارب كم شهر. هذا المكان اكثر من مره طلعنا صورنا فيه، بس ولكن ما كان في زحمه. بالفتره الاخيره صار مكان نزهة لأصحاب تريم وأصحاب سيئون وأغلب مناطق اللي مجاورة لمدينة تريم يجون إلى هذا المكان ويتنسمون. طبعا الزحام شديد جدا جدا جدا. راح ناخذ جولة فوق الجبل وراح ناخذ نشوف الأوضاع شلون هي شلون بتكون، والوصول لهذا المكان ما يكل سهل جدا. إلى الوصول إلى رأس العقبة فوق من أسفل السفرت إلى فوق 7 دقائق، يعني مسافة قريبة جدا. وكما تشوفون ورانا سياكل وسيارات وعوائل. خليكم معنا بهذا. كما تشوفون قدامنا الان ناس كثير يتصورون بالعقبة، يتصورون على الطريق، يتصورون في كل مكان. ما شاء الله تبارك الله، مدينة تريم مكان جميل جدا. يعني أعزائي المشاهدين، طبعا الاسفلت تبع عقبة كتبة نهايته إلى هذا المكان. طول هذا الاسفلت ما يقارب 15 إلى 14 كيلو متر. عاد غروب الحين والله. Thank you.
المكان الوحيد هنا انك يا تشرب ماء يا ايس كريم تاكل لك ايس كريم. الايس كريم في جبل كتبة ما شاء الله تبارك الله. أعزائي المشاهدين، هذا المكان كان قبل شهرين أو ثلاثة شهور ما فيها الازدحام الشديد جدا. الآن ما شاء الله تبارك الله، رغم أنه ما شيء خدمات ولا شيء ماء ولا شيء منتزهات، غير أنه التقينا مع عبودي دومان الكوميدي المعروف وأكل آيس كريم حقنها، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، اليوم التقينا في جبل كتبة مع الأخوة الخياطين الباكستانيين بمدينة تريم الغنا. كيف تشوفون هذا المكان؟ أوه زين الحمد لله. المكان زين الحمد لله. هل شي باكستان كمان ذا ولا أحسن من ذا؟ أحسن باكستان. أحسن من باكستان. إن شاء الله ربي يتطور ويصير أحسن من باكستان. إن شاء الله. تجون عندنا هنا. كيف شفتوا تريم؟ أوه تريم زين الحمد لله. كيف مجالس ومكان تريم وناس؟ كويس ما شاء الله، دار مصطفى حبيب عمر حبيب كاظم ما شاء الله زين. كله زين؟ اوه زين. ايش تقول لناس اللي في باكستان يجون تريم ولا لا؟ لا كثير يجي ان شاء الله، صلى دراسة هنا في شيء. ان شاء الله يجون من باكستان الى تريم. ان شاء الله. يلا جزاكم الله خير. طبعا هذا باص تحول الى مطعم. الله يبارك العصائر والوجبات السريعة والمخليات. نتمنى لكم اعزائي المشاهدين مشاهدة ممتعة وحلوة، الذي نقلنا لكم اجواء عقبة كتبة عصر يوم الجمعة هذا اليوم. وشكرا لكم على المتابعة وشكرا لكم على الاشتراك، ولا تنسونا دعواتكم، واهلا وسهلا بكم مدينة تريم الغنّة.